كتب أحدهم على الفيسبوك يقول: راسلني أحد الأخوة يتحدث عن مجموعة من المهندسين كانوا واقفين على جسر الجادرية نتكلم بأمور المناسيب، وفجأة دخل في النقاش بائع الشاي وعرف نفسه باللغة الإنجليزية وبدأ بالتحدث بأمور هندسية. أبو الشاي أو بائع الشاي اتضح أنه هو مهندس مدني كما سنشاهد في هذا المقطع. اليوم على جسر الجادرية وقفنا قاعد نشوف هذا المنظر الرائع، وشفنا منظر أروع يا مسؤولين على القطاع الهندسي، شفنا منظر أروع من هذا. على جسر الجادرية قاعد نشوف النوارس، زين شفنا منظر أروع. شوف هذا المنظر الأروع. مهندس مدني يشتغل، مهندس مدني قاعد يبيع حلب حق شمس وشاي، والولد بدنا نصوره ما قدر، لأن تأبى نفسه أن يظهر بهكذا حال مهندس مدني، لأن تأبى نفسه أن يظهر بهكذا حال مهندس مدني. حاورت بالإنجليزي أفضل من اللي مع الأسف. والله كارثة. هاي الكفاءات، بيع شاي ويبيع حب على جسر الجادرية.